نقلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله تهنئة ومباركة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله إلى كافة المشاركين في معرض البحرين الدولي للحدائق 2018 الذين ساهموا في هذا النجاح اللافت الذي حظي به المعرض هذا العام وحقق تطورا نوعيا على صعيد القطاع الزراعي. أشادت قرينة عاهل البلاد المفدى بمتابعة واهتمام عاهل البلاد المفدى أيده الله وبدعمه اللامحدود لهذه الجهود الوطنية للارتقاء بالقطاع الزراعي وما يمثله المعرض من منصة أصبحت اليوم عالمية وملتقى سنوي يجمع كل هذه الخبرات النوعية سواء في المجال الزراعي أو البيئي أو حتى على صعيد الأمن الغذائي وجودة حياة الإنسان مستذكرة سموها بدايات المعرض التي تعود للخمسينيات من القرن الماضي وباهتمام المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد الخليفة حاكم البحرين آنذاك بإقامته كنشاط ومحفل سنوي هام وبين سموها أن التطور الذي صاحب هذا المعرض من حيث المضمون والمحتوى الهام الذي بدأ ينعكس على المسار التنموي في البحرين سواء على صعيد جودة حياة المواطن عبر زيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة وتعزيز جودة المنتجات الغذائية أو على صعيد تطور القطاع التجاري من خلال فتح مجالات وقطاعات تجارية نوعية من حيث تصنيع التقنيات الحديثة ومعدات الري والأسمدة التي من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع الزراعي بكافة مكوناته الدقيقة وقدمت صاحبة السمو الشكر والتقدير إلى كافة من ساهم في هذا المعرض أو في إنجاح هذا المعرض الذي أصبح اليوم منصة عالمية هامة للترويج للبحرين وفرصة لفتح آفاق واسعة للقطاع التجاري صاحب الاختصاص في المجال الزراعي والتنمية البيئية مشيدة بالكوادر الوطنية الشابة التي تعمل لإنجاح المعرض بقيادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي كما وجهت سموها شكرها وتقديرها لجميع المؤسسات التي ساهمت في نجاح فعاليات وأنشطة المعرض من المؤسسات الرسمية والوزارات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة مشيدة بدعم الجهات الراعية التي ساهمت في نجاح واستدامة أعمال المعرض لسنوات وأطلاق عدد من المبادرات النوعية التي التزمت بها هذه الجهات وتبنتها لاحقا من إنشاء حدائق أو منتزهات عامة كما نوهت سموها بالتطور والزيادة في عدد المشاركين في المعرض سواء من داخل البحرين أو من الخارج متطلعة للمزيد من التفاعل من قبل الوزارات والجهات الرسمية والقطاع التجاري في استثمار هذه الجهود وبيان الأثر لمخرجات المعرض على صعيد الاقتصاد الوطني من حيث رصد ومتابعة أي اتفاقات وعقود تجارية تمت خلال أيام المعرض وما تحقق من مردود إيجابي على القطاع التجاري بكل تخصصاته مع ضرورة استثمار تواجد الجهات الخارجية من خلال تبادل الخبرات والزيارات مع المؤسسات الرسمية والخاصة لتأسيس شراكات تجارية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وأعربت قرينة عاهل البلاد المفدى بجهود وزارة شؤون الإعلام والصحافة المحلية في إبراز هذا الحدث إعلاميا كمناسبة وطنية سنوية ثابتة على خارطة البرامج الإعلامية هذا وقامت سموها بتكريم الفائزين في الدورة الثانية لجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية التي تم إطلاقها على هامش معرض البحرين الدولي للحدائق العام 2012 حيث فاز مشروع مزارع الغالية بجائزة أفضل مشروع زراعي منتج وفاز مشروع الحدائق المعارضة معلقة للإنتاج الزراعي بجائزة أفضل مشروع زراعي مساند وكل من المزارع ميرزا حسن منصور والمزارع صادق ميرزا أحمد بجائزة أفضل مزارع بحريني فيما فاز سعادة الدكتور عبد رب الرسول بن موسى العمران من المملكة العربية السعودية وسعادة الدكتور سيف بن علي الخميسي من سلطنة عمان بالجائزة عن فئة أفضل الدراسات والبحوث الزراعية تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي دعم المزارع لمواصلة العمل في القطاع الزراعي تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة أيضا تعزيز البحث العلمي في الزراعة كل هذه أمور بتصب في مصلحة القطاع بشكل عام في مملكة البحرين وفي تحقيق استدامته وفي تحقيق مشاركته أو مساهمته في الناتج المحلي فبالتالي هي محرك إن شاء الله من الآليات اللي احنا معتمدين عليها على أساس أن احنا نرفع الاهتمام بهذا القطاع من خلال المنافسة الزراعة بالعموم مهمة جدا خصوصا في هالمنطقة يعني ما في شك
هالمبادرة الآن تعتبر يعني شيء جيد لدفع وتحفيز المزارعين والباحثين في مجال الزراعة، وبالذات في استدامة هالخضرة وهالزراعة في هالمنطقة. بيعطيك الدافع لأنت شلون وصلت، شلون تروح للأمام. يعني أنت اليوم على حسب الإنجاز اللي سويته تضيف عليه إنجازات حتى تطور العمل إن شاء الله. نتائج الدعم اللي نحصله الآن من صاحبة السمو باين إلى العيان، فتلاحظ أنه المنتج الزراعي في مملكة البحرين زادت جودته وبدأ ينافس المنتج المستورد من الخارج. احنا كشركات ايضا لم نقتصر فقط على الداخل، على السوق الداخلي، استطعنا ان نخرج الى السوق الخليجي والسوق العالمي.